الأوتيل هذا يمكن ياخذ نص راتبي، بس احسن مليون مره من اني اعيش عندكم مذلوله ومهانه. يما ما عاش من خلاص انت اسكت شب ولا كلمه، انت بالذات اسكت. لو فيكم خير ما وصلتوني لهالمواصيل، بس انا اللي غلطت وخليتكم تبيعون بيت ابوكم. الغلط مو منكم. هلا حسوني، هلا بالحبيب. كيفك كيفك امي فايف؟ ايوه يا بطل، شنو سبب الزياره الجميله؟ بس مو عندكم اكل ولا ما تبي تاكلنا؟ بس بس انا قلت يمكن يعني مشتاقت لي ولا شيء. روان عيد وزيد، انا ماني ناصر القديم، واتوقع استاهل منك فرصه ثانيه. خلاص يعني صافي يا لبن؟ قشطه قشطه يا عسى. يه حياك حياك، نورتي تم انا برا المكان. ياك يميني بموتة تمشاري وطيحة مبارك، لومي نفسك لومي نفسك انتي. لعبت عليك غصون وقصت عليك يا الهبلة ان هي شاهين وماكو شيء اسمه شاهين. انت ايش قاعد تقول؟ غصون شك بشاهين؟ ماكو شيء اسمه شاهين، ماكو شيء اسمه شاهين. انا رحت المخفر، المخفر عطاني اللوكيشن اللي كانت تندز منه الرسائل. كانت الرسائل يا عندك بالوزارة تندز يا بيت غصون يا الهبلة يا الصيدة. مشاري مات بسبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. خالتي غصون قالت لي افتح الدريشة، وأنا قلت لها لا ما يصير، أنا يمكن مشاري طيح منها، وبعدين عصبت علي وأنا فتحت الدريشة. يعني غصوني هي السبب موتة مشاري؟ لا أنا، أنا بصماتي بالدريشة. بصمات؟ إيه خالتي غصون لما طاح مشاري مسكتني وقالت لي إذا قلت حق أحد راح تقول حق الشرطة وشوفهم بصماتي بالدريشة. أبيك تردني، أنا ما أبي شيء، أنا موافقة على كل شروطك، ما أبي طلعة ولا إنترنت ولا دوام ولا سيارة ولا شيء، أبي أكون بس بين عيالي. الله يخليك. هذا كول كان يهمني إني أردك وأحط عليك هالشروط، بس أنتي طحتي من عيني. معك حق، أنا غلطانة، بس أنا راح أموت إذا ما صلحت الغلط هذا. تكفر فواز ردني. مستحيل. أنت شلون تبيني أنسى إن أنا ما كنت مالي عينك؟ إنك كنتي تبين أي ريال مكاني. لا حشا حشا والله لا. السؤال الحقيقي، أنت ليش تبين تكونين جميلة؟ تدرون بأن أزواج الجميلات هم أكثر الرجال خيانة؟ لا تستغربون، روحوا تابعوا لقاءات الفنانات أكثرهم جمال، هم أكثر من تعرضوا للخيانة. تتوقعون ليش؟ لأن بجمالهم ودلعهم ما دروا بأنهم لن يجذبوا إلا الرجال السطحيين. استقالة مرة واحدة؟ إيه استقالة. شو السبب؟ مو شغلتش. الشؤون الإدارية ورقات عيد. أنا رادة حق حياتي اللي ما عرفت قيمتها للحين، ما راح أفرط فيها. ما فهمت شيء؟ بعدين تفهم حبيبي. إيه ما تبين أساعدك؟ إي والله حبيبي، جيب لي الجنطة الكبيرة اللي هناك. صدقي ما؟ يعني أنت خلاص راح تتمين معانا؟ إي ما بتم معاكم وماني مفارقتكم ولا دقيقة. تعالي حبيبتي. أنت شو تسوين هني؟ أنا هني لأني أم عذاري ومبارك ومرت فواز. مشكورة وانك رجعت منا. تعال ابيك شوية، تعال بتكلم وياك داخل، تعال.
انت شنو هذا اللي سويته؟ انت ما عندك كرامه؟ شلون تدخل وحده مثل هذه بيتنا؟ شوفي عاد احترمي نفسك وتكلمي عدل، لا تخليني مد ايدي عليك. انا اتزوج وحده وثنتين وثلاث واربع اذا مو عاجبك. وما لقيت غير هذه؟ هذه ام عيالي وما حد بيخاف يدير باله عليهم كثرها. وانت على بالك انا بوافق على هالشيء؟ بالطقاق عاد وافقتي ولا ما وافقتي؟ شو راح اخذ الاذن منك انا ولا شنو؟ طلقها فواز قبل لا اعلن الحرب عليك. وليش اطلقها؟ اطلقك انتي؟ انت شنو فايدتك انتي؟ ليش انت على بالك طلاقي منك سهل؟ لا حبيبي لا، انت ترى روحك بيدي، خل عقلك ميزانك واعرف ايش قاعد تسوي. ايش تبي تسوين يعني؟ تعرف شنو هذه؟ ترى هذه جريمة يعاقب عليها القانون وممكن تدخل السجن بعد. لا ويروحون ينبشون عاد بمكتبك القديم ويطلعون كل الملفات القديمة، وحتى مكتبك هذا ممكن يتسكر. من هو صور الفيديو هذا؟ أنا سمعتك، راقبتك، صورتك. يا حبيبتي أنت إيش فيك؟ شفيتش؟ ترى أنا بدرية جبتها خدام حق اليهال، وبيني وبينها اتفاق إن ما بيني وبينها أي علاقة، مجرد إن هي تدير بالها على عيالها. فعليك يعني ما في أنت وبدرية؟ أنا ما عندي إلا زوجة واحدة بس، غصون بدرية خدام حق اليهال بس. شفيتش؟ أنا براحتك. إذا كذي زين أوكي حبيبتي أنت، أعطيني أمسح هذا الفيديو، ما له داعي والله. هذا بيظل عندي بحتفظ فيه، هذه ورقة بخليها عندي، أخاف تلعب أنت مني ولا مني، يكون هذا هو الدليل. أوكي تفضل. يلا فواز حبيبي فهمني كل شيء وقال لي انه هو جايبك هني خدامه حق عياله. شوفي عاد شغل الشرايط هذا انا ما احبه، اوكي؟ لا تحاتين حبيبتي، انا هني عشان عيالي، اما فواز انا هادته لك تتهنين. لا حبيبتي مو انت اللي هادته، هو اللي هادك. تعالوا تعالوا يما عاونوني. بابا ابتسام، انا جهزت العشاء يا ابوك. ما شاء الله ما شاء الله يا ابوك. يا باب انا قررت اني اتحجب. هذا احسن قرار اتخذتيه، الله يرضى عليك يا بنتي. اكيد يا با، انا من بعد ما طاح شعري وايد شغلات بالدنيا تغيرت نظرتي لها. انا وايد مستانس منك يا بنيتي. أنا جهزت العشاء والعشاء ترى بيبرد،
أنا قدامك. خلاص يا بنت انزل، أنا بصلي ركعتين شكر وبنزل لك. الحمد لله يا رب. بليز ماما، بليز ماما، ماكو بليز ولا شيء. يلا يلا يلا، ما يودي مال انا مال مقطب. بليز ماما انا شنو اسوي؟ شوفي كلمه زايده ما بتاخذين اغراضك وقشك وتروحين. اي بوديك المكتب. يلا المكتب. بليز ماما يلا 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 خلصي. جبنا خدامه جديده، ما في داعي، ما نحتاجك يا حبيبتي. بليز ما علي حبيبتي، انت زينه اصلا ما فيك شيء. انا بس هديت دوامي عشان اجابل عيالي واجابل بيتي. ولا انت ما فيك شيء؟ ان شاء الله الله يرزقك ببيت ثاني ومعازيب زينين. روحي روحي لمغراضك. يلا 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 المكتب المكتب. هين يلا حبيبي اشوف لولا. زين كمل. حبيبتي صوت الاكل احبه. اي عشان ادري انك تحبه. عاد ولهت على اكلك. انا ولهت عليك كلك. يه 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 شريحه زينه ها. وعاد انا ميت من اليوم صراحه. حياك مبارك. يلا يلا روح بدله روح بدله. يلا بدلوا ثيابكم بسرعه. يلا الله ولهني على اكلك صراحه ميت. يوح حط لك سلطه. لا لا يبا حط لي سيده عيش بس. هات حط لي هذه. زين عنك عنك. اي اي والله. لين من اكل المطاعم. ها غصون حياك تعالي تعالي تغدي ويانا. تغدى وياكم؟ انا شميت ريحه الدسم بطني قام يعورني. شلون تاكلون هالاكل؟ اي مو لازم. راح اسوي لك بيض وطماطم لي. انت بتاكلين كيفك. بيحوشكم الضغط والسكر والسرطان من هالاكل هذا اللي تاكلونه. انت ما يطلع من حلجك كلمه مثل الناس. انت بتاكلين حياك، ما تبي تاكلين يلا روحي. اشتراني بعد محطه لي سم هذه. اي حطت لك سم لا تاكلين. اي دقوس بس اول ما ركضتي لي شوي. سلم ايدك. الله يسلمك بالعافيه. صراحه من قبل ما ناكل ريحه الاكل تسولف. هيا عاد قعدي. ايه هاي الاكل. يلا مو غلط. اي
اسوي لك ثنتين. امي يمه. هلا ايوب. يمه شلونك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بشرينا عنك. والله الحمد لله. هلا هلا خالتي. هلا فيك. يمه امشي معنا، انا اشتري لك كل اللي تبينه. لا لا ما له داعي، انا خلصت هذاني رايحه. زين عين خلاص انا حاسب على اللي موجودين. يمه لا يمه لا تحاسب ولا تدفع فلس. الحمد لله انا اشتغل واقدر اصرف على نفسي، الحمد لله ماني محتاجه حق احد. يمه انت للحين زعلان علينا؟ مو كافي عاد خلاص. وش حق ازعل؟ روح روح عسى تشتري له الجمعيه كلها. يلا يهدي الأعصاب. قطيعة. واو كيكة، شو المناسبة؟ كسري حسك. هذه الكيكة مو عشان ناكلها، هذه الكيكة أظن بعد شوي بتلحقنا وتفلقنا فيها. منو اللي بيلحقنا؟ غصون، سمعتها تقول حق أبوك إن عيد ميلادي اليوم، الظاهر حبيبتي تبي عقد الماس. أقول لك روحي لمي الشمع اللي بالبيت كله، لا تخليني ولا شمعة، يبيهم كلهم عشان نسوي لها مفاجأة حلوة إن شاء الله. عفية على بنيتي. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ghusoon. Happy birthday to you. عاد سامحينا الكيكة يعني مو مبين ملامحها، لأن ما خلينا شمعة بالبيت ما حطيناها، وهم ما صاروا 48. كل عام وانت بخير. اي صح ريحه الدخان وايد، ها اختنقنا. خليني ابطل الدريشه. ابطل دريشي علشان اشم هوا نقي. لا تلعبين معي بدرية، ترى أنا ماني هينة، أحرقك وحرقك بهالشموع اللي جبتي لي إياها. 48 سنة. خليك لا تبكين. تعالي حبيبتي تعالي مبارك. خلاص انا ما راح ابكي، اصلا انا مستانسه ان انا بينكم، بس مشاري كان فرحه البيت. Thank you.
الله على السلامة. الله يسلمك يا عمي. عسى ما تعبت بالطريق. لا ما تعبنا بالطريق، بس ضاق خلقنا ما استأنسنا، نبيك معانا بالسفرة الجاية تونسنا. إن شاء الله أكيد. أنا حاضر. والله بصدق مبروك حبيبتي. أبوي شكلك ينن بالحجاب يبا صح وشكلها حلو. قلت لها يا أبوك، قلت لها بالحجاب طالعة أحلى، ما صدقتني سليها. شوفها. إيه ما شاء الله. مبروك يا أختي ابتسام. الله يبارك فيك. زين عيل، أنا استأذن وخلي عندكم الهام، ما أدري والهانين عليها وهي بعد والهان عليكم، ومنها بعد أنا همفتك من حنتها شوي. لا والله. أتقشبر معاك. يلا مع السلامة. مع السلامة أبو ولد. وين رايحة ورا؟ أقول لك شنو سبب هالتغيير صاير؟ ماكو، كنت مخطوبة وفجأة طلع لي الأمير وانقذني. مشي بس مشي. تعالوا قعدوا قعدوا يا ابوي قعدوا. ازيدك شاي ولا قهوه؟ اقول كل اللي بقدر اقوله. الله ان شاء الله يوفقك بالزوج الصالح. قولي امين. اللهم امين. وان شاء الله تجيبين الاطفال وانا حي. ان شاء الله وعسى عمرك طويل ان شاء الله. سنة. الله يطول بعمرك يا ابوك. جزاك الله خير يا بنيتي. يبا ما تبي بيستاشيو؟ ها؟ بيستاشيو. لا لا لا. تاشيو؟ حار يا ابوك حاره، خليها تبرد ما اقدر. الو فواز وينك فيه؟ بالمكتب؟ ايبا بالمكتب انا، ايش فيك؟ لا بس بغيت اتطمن انك موجود يعني بالمكتب، بس ماكو شيء. عشان ما تدقين علي، شنو ياهل انا؟ ايش فيك ايش بغيتي؟ لا ماكو شيء ماكو شيء. يلا مع السلامة. يلا يلا باي باي باي. سالفة. هذا الإيميل تبعثينه أول ما تخلصينه اليوم إذا ممكن. هذا أنت عندك اليوم الشغل، هذول أنا خلصتهم، بس تتأكدين منهم وتدخلينهم المكتب. يلا حبيبتي. مع عبد الله. أمري حبيبتي. حبيبتي ما يأمر عليك طالب، أنا بيش بسالفة. إيش سالفة يما قولي؟ أنا ما أقدر أتكلم. تعالي عندي البيت واسولف معك على راحتنا. ان شاء الله من عيوني هذه قبل تامر امر الساعه 6 ان شاء الله بكون عندك. يلا حبيبتي الله يخليك. ان شاء الله. فيكي بابا فيك شيء؟ إيه بابا شوية تعبان مسخن. سلامتك. زين تبي أسوي لك شيء؟ لا لا حبيبتي أنا بديش أنام مرتاح. وش فيكي؟ يقول مسخن. زين هو تعشى ولا بعد؟ لا يقول ما يبي ينام.
زين خلاص انت روحي شوفي دراستك يلا. ان شاء الله. ايش فيك روان؟ عبد الله انا حامل. مبروك حبيبتي، الف الف مبروك، ليش زعلانه؟ اي بس ناصر سواها مره ثانيه وسافر وخلاني. صارت له مشكله بهولندا، لم كل اغراضه وخذ جنطته وراح. حتى ما كلف على نفسه دز لي مسج. لا حول ولا قوه الا بالله. شو اقول لك بس؟ لا تبكين حبيبتي. روان تعودي من ابليس. ما عبد الله انا افكر اطيح الياهل. لا شو اسوي؟ يصير ام حق اثنين ما اقدر اصرف عليهم. اعوذ بالله. اياني وياك تسوين هالسوالف، اياني وياك. خلاص حبيبتي. والله العظيم انا راضيه بقضاء الله. وانطر للنهايه ما عندي مشكله، بس انا تعبت. يا ربي. أكيد أم فيصل. خلي أشوفها. يا ربي. يا رب ترحمها برحمتك. حياك يا عمري. الله يحييك حبيبتي. حياك حبيبتي، تفضلي تفضلي البيت بيتك. السلام عليكم. هلا هلا ام فيصل. شلونك ام عبد الله؟ الله يسلمك حبيبتي. حبيبتي انت شو اخبارك؟ شلونك؟ والله بخير الله يسلمك حبيبتي. حبيبتي الله يسلمك. اصب لك شاي بس بدون شكر. عادي. عن السكري؟ سمي. سمي الله عدوك حبيبتي. حبيبتي. قولي لي ام عبد الله للحين انت بالاوتيل؟ اي يمه للحين في الاوتيل، وين اروح يعني؟ هو ام عبد الله؟ انت مو كنت عند ولدك؟ لو ترين صار فيني يوم فيصل عقب وفاه المرحوم ابو عبد الله. لحظه ايه شنو هذا؟ شوربه. بنادي عذاري عشان تدخلها حق ابوها. لا يلا 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 انت شوربتك يلا يلا. انت ايش فيك؟ مو صاحيه. ايش فيك؟ انت اللي مو صاحيه. ايش تبين بريلي؟ وخري عنه. انت مجنونه. استغفر الله، حرام عليك. مو زين نعمه الله قطعتك بقى. انت اللي ما تستحين على وجهك. ايش فيكم تصرخون؟ ابدا، انا شفتك انت مسخن وتعبان، سويت لك شوربه وغصون يد كتت الشوربه بالارض. انت من صدقك انتي؟ انتي نيتي ولا شنو؟ شبيك؟ انا قاعد احمي ريلي من هالاشكال هذه. تحمي ريلك من شنو؟ من هذه؟ من صحن شوربه وانا ريال تعبان؟ انت شبيك نيتي ولا شنو؟ انقلي داخل يلا. دشي داخل يلا. دشي داخل يلا. ما علي ابو مبارك، ما علي، لا تعصب، انا اسوي لك وحده ثانيه الحين. ما ابي، بدل ثيابي اروح الطبيب احسن لي. دشي داخل انت. دشي دشي. والله تدرين يا ام عبد الله، سالفتك نفس سالفتي. كان ولدي وحيدي هدني وهاجر وخلاني بروحي. كاشوفت عينك يا ام عبد الله، العيال ما منهم فوت. احنا قول ذج وكرم، ما عدا لا حدا يا حبيبي. عاد لا تضايقوني، تحسسون ان تعبنا كله بيروح. اي حبيبتي بيروح بيروح. وين يروح؟ عند الله ما يروح شيء. عيلش حق الجنة تحت اقدام الامهات. اي والله انتي صادقة ونعمة بالله. يلا حبيبتي. قعدتكم ما تمل. يلا خلي اروح باكر وراي دوام. وين تروحين؟ وين بروح بعد؟ بروح الاوتيل. هو هو وين وين وين؟ لا حبيبتي اليوم ما تروحين، يوم تنامين عندي الليلة هني. والله من زمان ما ضحكنا هالضحكة هذه نفس اليوم. اي بعد والله من زمان ما ضحكت انا هالضحكة. بس هو شلون يعني لازم اروح؟ اشور عليك.
ايش رايك تجين تسكنين عندي؟ هو اسكن عندك؟ اي والله خوش راي، اروح الدوام معك وارد معك، ايش ابي اكثر من كذي؟ وصلين يارتي بعد. والله ما ادري ايش اقول لكم. شنو ما تدرين؟ قومي شوفي بيتي واختاري الغرفة اللي تبينها. اي بس شلون اقعد عندك؟ ما يصير. شنو ما يصير؟ انا ولدي هادني من 10 سنين. لا يدري عني ولا شيء، وعلى الاقل بالعكس نقعد انا معك نسولف مع بعض، نستانس مع بعض. ليش ما يصير؟ فواز؟ فواز؟ ها؟ قوم، ما تبي تروح الشغل؟ لا 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 ما بروح. شلون يعني ما تبي تروح؟ تعبان يبا تعبان. شلون يعني تعبان؟ ها؟ يعني تبني خليك مع هالحية هذه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص يبا لا تروحين دوامك. شلون؟ شلون ما أروح دوام؟ فهمني شلون يعني ما أروح دوامي؟ ما تشوفيني تعبان؟ الله يخليك، خليني أرتاح. يا بارك أذاري، يلا سبقوني تحت السيارة، أنا بوصلكم اليوم المدرسة. سمعين أنتي، فواز نايم داخل ما يبي أحد يزعجه، تعبان. أنتي تخلصين شغل الصالة كله وتنظفين وتروحين المطبخ وتقعدين في المطبخ ما تطلعين منه، فاهمة؟ الحمد لله والشكر. فاهمة؟ فاهمة يبا فاهمة، خلاص توكلي على الله. بدرية بدرية، هلا هلا بمبارك، ان شاء الله.